ياب اسمك مرقيك لو عادة إليك أشو اليوم مقطع شنو مقطع؟ ليش أنا فات مصلحة؟ لعد لازم غرقانة اليوم مراكبك يا عيني أنا ما عندي مراكب المراكب عندي المسعدات فاهمين شبيه؟ كل شي ما بيه أكثر من هالسعادة بعد وين أجي خذي هدوم وطبخ وكلس وداري هذا وداري ذاك ويوم يجر يوم والعمر دا يستربس يا مره ترى مو بس عمرك دا يستربس عمري هم دا يستربس لا اقلها انت يومي رايح جاي شوف دنيا شوف عالم يا دنيا هاي يا عالم اذا 12 ساعة انا محبوس جوا بالفرن حتى احصل لقمة الخبز هاي حاسبتها علي وسام اقلها تشوف ناس بالشارع اي واذا اشوف ناس بالشارع قابل دا يغنوني دا يرقصوني فهميني هسه فرايدة اخاف هل تردين نطلع سفرة مثل ذيك النوبة وانا من كم يوم بالمستشفى ها ما تحكين اشو سكتي طبعا انا اقول لك اليوم جاهدين انا مهادي وسلبت لها السينما هذا الحكي لعد تردون نروح للسينما ايوه يلا قوم مخالف اي ويلكم هاي هي بس اكلونا وي 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 ما بقت علينا عاد غير السينمات مناسبة الروح يعني إلا مناسبة يلعب كان عزلة في السينما زين لعش وقت تردين باكر زين باكر راح أفتر كل السينما يا سينما ألقي بيها فيلم عصابة أوجيكم بي يا عصابة أنا أريد أشوف فيلم بقصة اجتماعية يعني العصابة هم قصة وبعدين من أني ولد كنت أحب فيلم العصابة يعني كل مراجل وريد فاضل هم يتعلم مراجل كيفك عيني ابو فضول كيفك بس طلعنا ودينا للسينما عصابه فيلم عصابه
ادري عقلة ابني مثل ما اقول لك تسوي روح فاضل فاضل اسمع 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 يوم وبدربة مر على ام سعد قل لي يا ام تكلم عليك اذا شفتي احد يدق بابنا قل لي لو ماكو احد كلهم راحوا للسينما لا صبر بالعكس ليش دار على هادي ابني عيب الولد يردد على امه مثل ما اقول لك تسوي يلا روح الدنيا ربيع والسينا ما وجوني ويا ابو فضولي وكيد العزال المليون وما يتعجب ايه والله انت ما بعد ناسي شيء هذا هاي لعلوشه قالوا هاي دفتار صدق الله مالولدي وهذا السكرية شي سكرة بعد شوش ناسي كل شي مناسي كل شي مناسي هاي اللفات الفضيلة وصفر لعلوش يا ستار خير بس يا خطار يا هلا ويا مرحبا بكم شرفتونا احنا قبل ما نجي لهنا اقعد هنا رحنا للدكتور ودينا الولد على مخيم ان شاء الله وما في شيء قالوا النتيجة بعد ما تطلع نتيجة تحاليل والله بسيطة ان شاء الله احنا عبالنا المسألة تكون تساعدها ايه ما ندري بيها تحاليل ولازم ننتظر ثلاث ايام فنادق فنادق ماكو يا هل نروح له يقولون مخفض بالله هذا حكي منك بيت اختك موجود وانت تنزلون بالفندق جايز الله يخليك ابو صادق الخطية برقمتكم ما تطلعون من هذا البيت
إلا لمن يصير مثلنا زين عسى شهر شفير. دايم دايم أبو فاضل بيت العامر. لا على أخوي جيد فضلكم. أم فاضل هذه أختيك والصغير ما يضطر من اللحام. الله يساعدك أبو فاضل. أنا أبو نوفل. يا الله أبو فاضل. أتقول شقول خير؟ أتقول إذا أريد الحاجة تتواجد بالسوق على طول، لازم كل واحد من عندنا يشتري على قد كفاية اليومية. وهنا تلعب أشوف متخزن القول شكي والفعل شكي. أبو نوفل المسألة تختلف. شلون؟ أخت مرتي ايه؟ أم ثنا بلي. هي وبنها ورجلها ايه؟ جو نزلوا عندنا ديداون ابنهم مثنى لان ماكو بالحويجه دكتور اختصاصي بالمرض ماله. آه. وانت تعرف هسه الحاجه يوم تنوجد يوم ما تنوجد. صحيح. بس بشرفك ابو نوفل اذا اروح للسوق وما القى شيء ام فاضل ما راح اسوي لي جنجره، وخاصه اخوها مو اختي. لا ابهاي لك حق ابو فاضل، أصلاً لو مرتي كان اعتبرت القضية مقصودة. آه هسا عاد آمنين؟ إيه بالفعل. يا بي عيني. لا خلي أساعدك. لا وصلت يا معود. شكراً عيني وصلت يا معود. أشنو منك أبو فاضل؟ إيه قابل الدنيا بقاطعات؟ إيه والله صدق، ودعتك ساعة دورت على حمال ما لقيت حمال. أكو حماميل بهالوقت؟ إيه لعد ليش أهل التكسيات قاموا يضربون بالعالي. دادا قسم منهم ايش قالوا لي؟ قالوا خاف يا ستار في فد مرض خبيث. انا من قالوا لي هيجي دادا صار بي عقلي صار خليل كل ما نتجاه. دادا حقش حقش زور سيمان يوم بعدوه ان شاء الله. هالسنين بالحي القيوم وداعت الدادا الفاضل بس تطلع اليوم النتيجة هينة ناظرة لبي بي حلو بيش ما تكون. دادا دادا وانا عدي اكو عندي غير مثنى. دادا واذا عندك عشرة تمام جراب قلبي. ام مثنى بلي اني عندي صديق شغلته بالوقفة مع الغنم. صبي لي شاي اوصيه خليه يستنقي لكم احسن طنين وبسعر مناسب. وداعتك ابو فاضل لو بيش ما يكون حتى لو ابيع كل ذهباتي. لا على بختي دادا انا عندي هذا حقي يدخل رجالي جاب جاب قوم فاضل جاء وهسه وقت الهرفيات كل هرفيات على ظهرك. اي صح جماعة. ها بشر بشر يا الله بشر الحمد لله. هل هني هل هني باع على الكيشة كيف طلعتي؟ دي او جو مو زين. صار كله من الدود الحمد لله فرجت. أم ثنا انت مخبله اكو واحد اليوم يوزع لحم على الناس. كيلو لحم بيش كيلو لحم دينار ونص. هنا لعد شناوي تسوي؟ شنو شناوي؟ لعد انا ليش ما اخذ الفيز بالبيت حتى اوزع لحم على الناس؟ اي مو ابو فاضل قال عنده صديق راح يحصل لنا اياه هم بسعر مناسب وهم زين. شلون يصير؟ حتى لو ارخص من الحويجه قادر راح ناخذ الخروف ويانا. تالي شو تسوي؟ ايش راح اقول لهم؟ اي مو انا قلت من تطلع النتيجه زينه اذبح ذبيحه. اي ما تفهم ايش راح نسوي هسه؟ هسه ما اختلفنا هو غير في جيران دام هنا او بالحويجه نفس الشيء. باكر الصبح نقول لهم اجازتي اليوم خلصت ولازم اليوم اباشر وابوك الله يرحمه. هاك بابا هاك بي يلا
يلا روح للبيت. الله يساعدك ابو نوفل. هلا هلا ابو فاضل. هلا بيك ابو فاضل. اشو ايدك خالي اليوم؟ لازم الجماعه سافروا. بلي سافروا، بس ابو نوفل بلي انت اخويا وارد سرك. خذ قدام عينك شفت ثلاث ايام انقول اكل وشرب ونوم، وتالي متالي ينذرون نذر يستحيفون احنا نذوق من اللحم ماله، يروحون هناك يذبحوه. إيه ابو فاضل، هاي الناس مو كلهم على فدنا قياس، بس ودعتك هالعملية هل قهرتني، لكن اخاف فك حيي ليكون مفاضل تقول ها عينك ضيق على اهليتي وساكت. بسيطة بسيطة ابو فاضل، لا تدير بال. هاي ما طول صحتك زينة الحمد لله، والعيشة دارجة دارجة، سوي زين ونب الشاق. ترى كل الزين سووا بيت اختك ما ذبحوا النذر عندنا. وصاخة ودم ومعرف ايش، وبعدين يمكن الجوارين يزعلون والله شنو ذولا دزينا لهم ذولا ما دزينا لهم. احسن يا معود راسنا بارد. وبعدين الباكة بيها الباكة، اش كان نظف لك اياها، اش طبخ لك اياها، كان تعبتي مو تمام؟ ايه تمام. ومن غير هاي وذيك يمكن الجهال يشوفون لحم هواية يطمعون ياكلون زايد، يمكن واحد ينتخم يصير بيشي شن بيها. النذر نذرهم وين ما يذبحوه خلي ياكلوه بلف عافية. احنا الواجب اللي علينا سويناه، ثلاث ايام اكل ونوم وشرب، ما يلقوها بحسن فندق من فنادق الدرجة الاولى. تعال اقول لك اشو انت كل شو خلته، قال النذر وحش الخروف. النذر نذرهم وين ما يردون يذبحوه. ايوان ايش داقول غير ذا سوالف. ايو سوالفت الا على بيت اختي ونذرهم. ايما سوالف عشينا ما شو اشو رجيت من الله يجون بيت اختي، شنو عبالك اجوز تريد تلهيني بغير حشايات. بس صحيحين منك الجهال نايمين. لا مو عبالة خشيمة، من اين باشر نروح؟ زين زين باشر. يوم روح لأم سعد قولها أمي تسلم عليك، إذا شفتي أحد يدق بابنا قول لي. قولي لهم كلهم راحوا للسينما. عفوا يا حباب. وبعدين أروح على مالي أطلب منها تشد الحاب. لا تروح توليها غيارة، تروح تسمعني حكاية على التلفزيون الملون، على التمثيليه طلعت في التلفزيون الملون. دروح يوم روح مثل ما قلت لك. قلت له يا ابو ياس استنى اوديكم خطاه. شو استعجل يا ابني شو استعجل، هو ابوك وينه؟ يبطل نفسه متقصد بس ما اعرفه، يمكن ابوك. لا 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 فاضل فاضل تعال، اذا خطاه قول لهم ماكو احد بس انت زين. دروح خطاه. لا فاضل 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 تعال تعال روح للشباك باوع، ومثل ما قلت لك بس انت موجود اتهمت. هذا شلون ولك تروح للشباك فاوعها وشوفها. شلون شلون ما في شيء ما في شيء، تعالي خليلي وقليته. الحمد لله يوم تروح روح روح دور عتك انت وفضيلة، ولمن احضر علاقة انتم خاصين. روح شوف مثل ما قلت لك ماكو احد. شلون مرار هذا شلون مرار، هم عم كل ليش طولها ها.
هم يروحون يجون اهله وعادي ينامون على قلبي فكم يوم عضل يا وصافحني ونفخي يا مصانع مال ابويا اليوم يوم استاذ ميجي راح الفاتحه عز عزا استغفر الله لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون يا رب اقول ابو فاضل هاي من يمتى وجاي صرت حنين على خال مرت المرحوم ابوك ام فاضل هي القضيه مو قضيه حنين بس المساله مساله اصول يا عيني سودة علي عاد هو شلون شاب اي ولا ما خش من عمره كان قلت اي وشنو دخل الفاتحه بالاعمار خال مرت ابويا بمقام امي اذا ما اريد اروح للفاتحه الناس شو تقول والله شنو يا با رايح للسينما تبدي تسويني مزح بين الناس وكل هسه انتظر لما نتخلص الفاتحه يا فاتحه لا عاد للاربعين حجي اسمع ترى انت كلش خرقتها ثاني وقت صار حد يداول عزيز عليك ام فاضل خال مرت ابويا يعني خال امي هاي يا ام هاي طردتك اول ما تزوجها ابوك ولو ما عمك لي لفيت كان ساكنك بالدروب يا زعل انك جهنم عني لا مو انت زوجها بلا منه كيف مره لبسني اسود زين زين لفوتي فوتي صبي لي عكا يلا صبي لي عكا بالاربعين صبي شلون راح اقدر اقص بهالهوسه؟ انت شايف حالك حالهم؟ اي هاي انت شو يهمك؟ يعني شنيدك يا ابو فاضل قبل نرجع؟ نرجع شلون؟ امري لله. هاك ابني هاك. زمان شايفين. هاك ابني هاك الزم هاي رتيها هي هاي الونسة الجزدان يا خافك على جوار رجلين هادي دخل كل نبي بس خاف راح اخش البحر خاف الله اخش دي شوفه قلبي نارك والله نارك شكرا قلبي هاي شنو يا وياي هذا حد نزل رجلك وقعد مثل الاواجب هيا حضوري معكو حتى هنا واحد ما ياخذ حريته
خذ حريتك بحدود العادات. يلا بهج 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 يلا يلا. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدى أشوف كل شيء خشم الولد طار كل شيء. عمي ما شاء الله شنو هذا؟ سياج مال الحديقة مسوين شنو؟ أقول هذا لك هذا ما شاء الله ما شاء الله. يرحم والدك كم طابق مسويها للكراوية مالتك؟ يعني الكراوية طيرت نص الشاشة. قصدك اشيل الشاشه اقولهم شيلوها يخلوها هيك حتى اشوف زين بابا دافع فلوس انا زين بابا زين ايه هالشكل ايه ها هسه بين خشم الولد ايه شيخ قلبي نارك والله نارك. اذا انت هيك مدخن اصلي ليش ما تشتري لك شخاطه؟ عفوا قلبي بالحقيقة والواقع أنا كان عندي شخاطة لكن بالدشوش صارت جورج لين الأخوان أعزائي أصدقائي. مدير وجهك داير عفو قلبي شنو قل لي ما لقيت غير مكاني في الديك شور مالك الحب مالك إلا بعلباتي. عمي هسه هي مو مشكلة كلها حباية وعد قابل طابوقة وقعت بعلباتك ما شاء الله يوم علباتك يعني كل علبات يعني ما شاء الله يعني دقعد لا تدفي دقعد خلي نشوف خشم الولد عوفة 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 خلي ولي عظيم دير وجهك انت مالك لازم ايه ما لازم لا شخاتك دهاك شكراً مو قلت لك هسه الولد يلحق بالعصابة ويطيح بيهم ملك بوكسة لا لا هسه رئيس العصابة يطلع له للولد ويخليه ينهزم طلعت لك مو ينهزم مو ينهزم الله أكبر لحد انت ما افتهمت الفيلم البارح فهمني لحد شكو جايبك يا عيني يا عيني هو متقصد متقصد ياخذ للولاية ايه لويش حتى هناك يسوي فيه فدور طاشي طبعا لك هذا بطل الفيلم غير شيطان اثري الولد هذا الولد شيطان هسه ثاني هم ياكم شنو؟ يعني راح تفصلون الفيلم من الاول للثاني لك ما تحضر الدين عجيب ليك احنا دنا نحكي على الولد وعلى العصابة والله دنا على ابو ريش العصابة لا ابو حتى الولد لا تسبنا لا تسبنا محشوم الولد محشوم محشوم بارك محشوم محشوم كافعت بعده وغشونه وانت من يم مكابه كافعت شو مدر الدين نقل عيني قول عشر مرات سمانات طابيلة كافعت ما يكفي جراويتك جاز جاز قلبي نارك بالله نارك أخ مضروب إيه لك حيا حضوري ما عندك إيه مضوجتني ده تشوف رجلها وياها ولذا كل واحد هالكبرة هي أكل أخ مضروب الله يساعدك يا الله نزل ابني على كيفك ايه كيفك هذا تلفزيون ملون وبعد ماكو سينما ليش 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 يا جاره ما
تردين الزيارة ليش 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 يا جارة ما تردين الزيارة زعلان انتي علينا 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 ما تردين الزيارة كلمة ونظرة وإشارة صرنا نحبك يا جارة كلمة ونظرة وإشارة صرنا نحبك يا جارة صارت الدنيا نجنة وحبنا كثرة أخبارة 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 ليش 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 يا جارة ما تردين الزيارة ليش 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 يا جارة ما تردين الزيارة زعلان انتي علينا 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 ما تردين الزيارة يما نبر القرضة وعين الحسود فيها عود يما فاضل فضيلة يما هذا الحار ما بيدون ايديكم عليه منا لما يشتغل التلفزيون زين يما شو كنت تشتغل ماما صديق عود ما تروح تسلم هادي تقول هالتلفزيون الملون ساعة بيش يشتغل يما ليش هذا يختلف على اسود ولا ابيض طبعا بدي هذا ملون ذاك اسود وابيض دقوم يام قوم قوم روح اسألها يوم اخاف اروح بعدين يشتغل وراي اجي روح يوم يخاف اول شيء يبدي كارتون روح يوم روح اخذها رقبك روح يوم يلا يلا بالعجل بالعجل اسألها بالعجل دا اروح احضر العشاء والشاي قبل ما يبدي التلفزيون فضيلة يما هذا الحدك مديني ديش عليه سمعتي؟ يعني
انا وحبيبي انا ما عدا حبيبي انا استعجل عليك الله وما عدا التلفزيون والله انا وحبيبي انا وحبيبي عمي خلا خلص الطبخ قبل ما يبدي التلفزيون تدول الله للتلفزيون ويما هجر بيت ثاني ويما هجر بيت ثاني ويما وطولي يا ليلي طولي يا ليلي هذا هو شلون ما يطلع الاخير خلي يطلع الى ذاك الاحسن ابو ما اشتغل والتلفزيون يشتغل عيني والله اللي يعلم اليوم كم اغنيه كم تمثيليه كم رقصه وجماله ملون هي شلون الوان زاهيه تخبل 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 احمر واخضر وازرق وكركمي وليموني وقلقلي والوان الوان تخبل 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 انا خبر بدون التلفزيون خلي خلص الطبخ يوم هاي ما هذه نقول بيتونا بلوه ما حصلت التلفزيون ملون حاوليك جوارين كان استحت هاي ايش قد غيارة هاي تغار من تلفزيوننا ليه بأري الداخلي يوم بيشوف الأري الداخلي يختلف عن الخارجي طبعا ابني الأري الخارجي بالصيف يحمل وبالشتاء يتبلل ويدنجر صدق عود انت ليش تلهيني ابني خليني احضر العشاء ليش مستعجل بعد الدنيا عصر ديسكوت خل احضر العشاء احسن ما كنت اروح واجي والتلفزيون يشتغل بداده البصل مزرمته يلا هسه اللي ينثرون مش مدري والطماطم لما نحصرها يحتاج لها وقت بعدين هسه ابو فاضل ياكل هسه يشتهي في التلفزيون بالسرة ما ابيع لا مو بالسرة تفضل وليدي جيب اختي يلا أربع صمونات يا واش ابني يا واش جيب ولادي هاي ثلاثة أربعة حلت الألف بركة تفضل خويا صمونتين فضل صمونتين تفضل ابني ادخل مو قلنا ادخل العفو عنك شنو ها وشو رايك صحيح لي صراحه عجبك داري يا اخي شو هناك حاره هنا بارده هناك الشمس عموديه هنا مو عموديه تقدر تقول الظروف الجويه الطبيعيه لعبت دور في الموضوع شكرا شنو حاره شنو بارده تعالي مو زعلان لا تخوف نفسك يا اخي مو من تخوف نفسك يصير فيك شيء صرت قدامك يعني شكو بيها قدر وصع ايش قاعد ايش يسمون سرعه والتزام بالسرعه ارجع لمكانك مو سبق ان فهمت قلت لك انا ما اطيق الحرب ارجع لمكانك اخي مو انا اعلمتك بانه انا اضايق من الحرب ارجع لمكانك اخي مو قلت لك ما احتمل الحرب ارجع لمكانك عاد يما اي ارجع يعني تدوي ليش انا اسف واقول لك اخاف تشتاقني وتحب تزورني ترى انا وراك جيرانك اعطيك عنواني تليفوني اسف اقول لك وين تدوي
بيش ساعة؟ حسن؟ ايه بالخمسة ونص وزنبلة وزنبلة ودقيقة دقيقة خمسة ونص أخ ولا مو ما بقى واحد امشي يا أخي تتحرك شبيه جامل تتحرك يا أخي أقول بيش ساعة؟ حسن؟ بالخمسة ونص وأربع ثواني شفت خمسة ونص وأربع ثواني تحرك يا أخي تأخرت تحرك ايه 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 اتهمت انت هم اتحرك حتى يمشي بسرعة شكرا أسألك سؤال بربك اكو واحد يقف بالسرة ويصعد على كرسي هاي عليه علي شك صاعد على كرسي مو هيك صح ايه فك عيونك زين وباوح هذا يا كرسي صاعد عليه ودي توقف على القاع ايه دوك كبير اقول بس تعقونا وجدتني بالخمسة ونص ودقيقتين دقيقتين سؤال يرحم والدك ايه قل لي سلم جملا ردت اتعارك وياك وردت شفتك راجدي شلون الوحك مو مشكله هاي بالله حل لي اياها ترى حضرتك تخنتها هوايه واني فعلا تخنتها هوايه ايه؟ مو انت ما ادري شلونك يا اخي شو القضيه يا اخي لا يا اخي اقول بشع عاطلة للأسف عاطلة؟ ايوه اقول جنبك ايش تشتغل؟ ايوه هاني مصلح ساعات هي عارفة مصلح ساعات ماكو ساعة صح وماكو ساعة تشبه ساعة عجيب امرك يا اخي افرحك توصل يا هاي 25 صمونة يا هلا بيك شكرا شكرا يا هلا ومرحبا خليك سلس خليك سلس ترى انا سلس خليك سلس عفو الله يسعدك هلا يا ابي فد 150 صمونة مستعجل والله مع الاسف خلصنا صمونة ادري خلصت بس دبرنا 150 صمونة اني ادبر لك وليدي اذا دبر لك خلصنا هاي خلصنا هذا مو كيس طحين مزعجنا وتبطينا شنو انت تعلمني بشغلتي؟ لا اقول لك خلصت يعني خلصت يا وليدي شلون دبرني مو عازل المشتري على الطبخ وش اسوي لك اني؟ قصدي عازلكم بالمطعم ايش اسوي لك يا وليدي؟ ما عندي صمون اريد 150 صمون اقول لك ما عندي مو اريد 150 صمون والله وليدي ما عندي 100 اقول هذا الوجه مو غريب علي ولا هالبش غريب علي رموشك من وين شايفه؟ وخلقتك هم مدري وين شايفاني هالحواجب لا حول ولا قوة هسه شلون ردت 150 صمت ودعتك ما املك غير دنيا محرقات ها ناوتني اهل وليدي نعم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مدى اشوف كل شيء خشم الولد طار كل شيء عمي ما شاء الله شنو هذا؟ يا جمال حديقة مسوين شنو؟ قول هذا لك هذا ما شاء الله ما شاء يرحم والدك اي كم طابق مسويها للكراوية مالتك يعني الكراوية طيرت نص الشاشة قصدك اشيل الشاشة اقولهم شيلوها يخلوها هيك حتى اشوف زين بابا مو دافع فلوس انا زين بابا اي هالشكل اي ها عرفتك انت مو جيت قاعد قدامي بالسينما وكراويتك تسع طوابق وعلباتك اكلت نص الشاشه وضيعت علي خشم الولد لا ثاني انا عرفتك هاي مو انت اللغوين ايه والله هلا بيك يا هلا والله حساب بسيط صغير قول ليش ضيعت علي خشم الولد خليتني مرتي اللي خاطب للفيلم على مود خشم الولد لكن تسويت بيا والله من دان على ابو الولد لا ابو خشم الولد لا 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 لا, لا, لا. ارجوك لا تغلط على الولد محشوم الولد وخشم الولد ارجوك هسه فكرة معشوم الولد زين معشوم الولد فكرك عمي 150 صمونة ادزك على واحد وين اكو درب انت اللوخ ايه؟ افران السعادة ايه؟ تروح عليه قول له يسلم عليك ابو فاضل ايه؟ يقول انطيني 150 صمونة يعطيني ينطيك خوش اشوف هلا بيك عمي ابو فاضل ها عمي يرحم والدك بلكي فد ورقة مكتوب لابو الافران هذا بل... هاي مسألة بسيطة ما يبيها ورقة انت بس قول له يسلم عليك ابو فاضل هو ينطيك هي شغله بس ايه ما تحتاج اشكرك عمي هلا بيك في مال الله ساعة ستة الا ربع الحق على التلفزيون وليقي صباح انت لم يوم وخذ يوم ايدك يا استاذ شكرا يا الله ايدك هذا تمي اوي انا زين بعد ما اشتغلت في التلفزيون يما هجر بجاني التلفزيون ايديش ايديش انا شفت لكم الزول مو قلت لكم لما يخرج لما يبدي التلفزيون
يلا نقوم نكرس الحب. هاي المانجه خلي اروح اجيب الصمون. هاي خلي كل شيء احضره حسين حتى من يبدي التلفزيون ابعد هالقعده. وهاي دماغي والاستكانات. هذا التلج المرقه الصمون دماغين. زين التشريب على الطباخ بعد 10 دقائق وتخلص. يشغل بعد يشغل. او يا اهل فدوى قربان بعد ما باقي. ظل الشاي. فاضل! فضيلة! فاضل فاضل اخذ ابوك يجي ابوك. بدأ التلفزيون! لا لا بعد ابو فاضل بعدك. يا تركض من المحل هنا قلت الحق على التلفزيون. الله يساعدك عيني. هلا بيك. دباعة باعه كنا عروس باعه على طبق. يا الله. قومي ناوشيني الديداش. شنو راح تزعلنا؟ اي والله كلش تعبان. تدرين اليوم اشتغلت القاط قاطيان كلها خاطر الحق اجي قبل ما باقي التلفزيون. وجيت اطراد من الدر لهنا. والله انا ما اقوم وما اتحرك من مكاني. بقوم اني ولا تعانديني. شلون راح تنزع قدام الجهل يا ابو فاضل؟ بروح الحجر بك. الصوت مو منك. الصوت مني انا جبت لك التلفزيون. اها عاد بعد شي خلصني راح تصير طمغه. هذا اللي يدل المرته. كم مرة قلت لك جيبي لي الدجاجة؟ بسكوت دباوع لك فهيمة. ليش؟ دفت هم الناري ترجمة ما بي. شنو ابو فاضل؟ شو قام يتغلى؟ والله ما ادري. ليش وراك؟ ليش انت تعرف تشتري تلفزيونات؟ قلت لك اخذني وياك. اي با هسه انت هم شلون مهندسه مال تلفزيونات؟ تقومي لعب صرفي لنا اياه. بابا طلعت لنا قرون؟ من يقول صوت من تلفزيونات؟ قوم تقول لي هالامك. قوم فاضل قوم روح اسال ام هادي.
لا خت ودي هاي الغيارة، روح على بيت السعدية قول لهم تلفزيونكم هم قام داي يتقلب يوم ما خبروا بعدين يستعدل ورايا تقوم اللي يستعدي خلنا شوف شنو القصة ورد الصدوق راح جاب لنا تلفزيون أنا أماني طالب الراسي معقولة كومة فلوس تروح بالشاط أم فاضل ما طول داي يتقلب خفر رجلك وجيبي لي كلاص مي هذا مال اليوم؟ لا مال باشر شنو مال باشر؟ بابا أدرهم ديت يلا نستعدل أعزائي المشاهدين الكرام نعتذر عن هذا الانقطاع وذلك بسبب حدوث خلل فني طارئ وشكرا ها؟ وين طلع الخلل الفني؟ صح قشمره انا اخو واحد قشمرني اسكت اسكت ادخل يا ابو فاروق خلينا نشوف قد ايه زين دوما صب لي استكان شاي هاك ابو فاضل كلش محضرت لك على مود التلفزيون حتى نشوف هاي خوش حاصل والله إلى إذاعة خارجية مرئية لنقل هذا اللقاء المهم حول أزمة الخسف إلى هناك. أها هسه شبنا أنا بالخس؟ أصلاً أنا ولا يجي على بالي الخس أبد. لا والله ليش؟ ماكو أطيب من الخس خصوصاً مع الإسكنجبيلو. تعال أقول لك أهو أنت تحكي على زمن دقناوس. بس اول اسكنجبيل بهالدنيا سكي رحمه على وجه النسمة ايمان بتنق بالزفة لا عينك ولدك الوعينك ولدني باكي زبالك حلو فاغل مزخيني صيب قيوشة اعرنا في ولدك حلو اجام محل يبدو غاضي ايش بيهم اكو ايش لغة بالعالم شو لا هو هندي لا هو عربي لا هو سنسكريتي للدوثرة خير ومرة أفلالي في الفلن عما في مدو في مدو إذا الشيخ هنداني للجنة أين يحصل شلة أول على المكان منه بس لدخاء إلا أنه طامين أبو بارد عشينه والله ما عادي هذا ما يمكننا له قام شيء لسه من حي الحق ما عادي يجب أن نجد 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 أن حتما اكو خلل لا عيني لا من التلفزيون لا قلت لك اخذني وياك الان لنا لقاء مع احد ضائعي الخس جبتي خلل مو بالتلفزيون ايه هلا عمي هلا ولادي كم كيلو خالص لا مو رايح بس اريد نسوي لك لقاء شنو اللقاء؟ اللقاء يعني نسألك وجاوب. اها تفضل ولادي اسأل وانا مستعد اجاوب. قول يا حبيبي انا ادري سابقا لما كنت كتبت في اول المشتري كنت تنظف وشفت وكان اول المشتري يستني تمام؟ صحيح. زين هسه ليش ماكو لا مستنقع ولا تنظف؟ اولا من حيث المستنقع فهذا ما يصير. لين ما طول اني اكل الخس من ماكو من العلوه هبت بالطينة فالمشتري لازم ياخذها هالشكل. زين والتنظيف؟ والتنظيف هم بعد ما يصير لان طالما القضية صارت وزن فهم بعد ما يصير. بس ما يصير عمي يعني شنو ذنب المشتري؟ همينه ما تنظف ولا الخس وهمينه ماكو مستنقع وهمينه نص الورق الذبوب اذا ردوا تنظفوه. اولادي ارحم والدك تروح كلنا لابو المزرعة اشو يقدر يعطيني الخس النظف؟ تروح بلا لابو البيكر يقدر ينقلني او يقدر ينقلني اهلا خدت بخمسة دنانير تخليها مغطايا ولادي ارحم والديك قوم لك فاضل قوم ديرة على سبعة قوم اقعد تخليه حلو دا يحكي اي مو شي بحلى من هالحكي قوم ديرة قوم اقعد اكسري لك اذا ديرك لعد انا بعد ولا اقعد قدام التلفزيون
لويش امي؟ ايش اللي ساقهم لا ساقهم؟ لا عيني تعال. هذا روح ما. لا اني بالمطبخ يا عيني غير عينيك. قوموا لي ادي قوم، قوم ديري. فكثير من المتحدثين ليس بالدراية والفهم يتحدثون عن المدارس والمدارس التي تتآفى هذه الفنون كالشعرية والرمزية والرومانتيكية والكلاسيكية والانطباعية وغيرها من هذه الفنون. حيث كانت نظرة المذهب الكلاسيكي، اي نعم، نظرة المذهب الكلاسيكي الى العالم ذات طابع رومانتيكي الى حد ما. وقد انتصرت الرومانتيكية على الكلاسيكية لعزلة الرومانتيكيين عن عالم الجهلاء البعيدين عن الفن. فقد ذهب الرومانتيكيون في زهدهم وغرورهم، وانا لا ادعي جدافا الرومانتيكية ممسكة ارجع الخاس احسن من جزافة. هذا منو فعل يلي جانا شو قوم يقول فكنا الباب يا بي مو بس جيت تزور خاس قوم فضيلة قومي بتكي قومي ما اخذي بس زعلانة. نلفت انتباهكم الثاني والعشرين من شهر شباط لعام 1989، فنرجو من المواطنين الكرام التعاون مع أجهزة المؤسسة خدمة للصالح العام وشكرا. قوم بابا قوم قوم دير على ريش القناة دخلي أبو فاضل هسه تخلص إعلانات شي خلصها بالشو بعد والله يدري يذكر للأخبار لكم. قوم بابا قوم روح لهناك واذا هذا بعده رد ارجع على الاعلانات لان الاعلانات ما تخوف. والان نتناول موضوع واول مساله هي مساله ما دار من احاديث وجدل النقاد والكتاب، هي مساله الشعر الحر والشعر العمودي. قوم ابني قوم قوم ديرة غير على الاعلانات اقلها ما تخوف. اي والله اي هسه انت يا مدير التلفزيون ما شفت وجه هذا شلون الطلعه وجماله هم يا ريت نعرف علي وين يحكي. يا وذا اللي بيت المساعديه يقولون عندكم هم اعلانات قلت لهم اي ما زين زوادي ذولا خوش ناس يستاهلون واحد يساعدهم. وادي هنا انت يا مهسري سمعت يقول سايقة لهم النوق البيض. اي مو احسن من مهادي اللي تقول بيتونا بلول. فاضل بين هذا شي زين باقي الالوان باقي الهاي ذكريها اش مكتوب قاعد حجيها دي يلا من نعاس. اعزائي المشاهدين الدنيا رضيعة والجو رضيعة أفل على كل المواضيع أفل 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 في دار المنوعات. معكم أولا سعاد حسني. أول سعاد حسني الدنيا رضيعة والجو بديع الدنيا رضيعة
ابو فاضل هاي شنو هاي؟ ما يخالف ليش هيك؟ طبلي دقيقة هسه يستعجل. يا اسمع هاي صار بيها ساعات مثلي استعجل استعجل تلفزيون ما زمان العالم مثل الصدق عود جبت لنا تلفزيونة تلفزيون هم يريد ايش ما تلفزيونات العالم شكو بي عشرة ايام بالباكيت لان الاريال ما موجود وجبت الاريال وهسه هذا حاله بس الوقت بس حكي قلبوا الاغاني قلبوا شنو التلفزيون هذا هالحكي المالي معنى شنو قابل التلفزيون من كيف يطلع الندوات غير هم اهل التلفزيون بيحطوها اي تتذكروا هذه كانت تحكي لي على التلفزيون الملون هو على الافلام والتمثيليات والاغاني والرقصات الى عاد وينها بين قولي وينها اي شكو صار هو مو كلها وزب ونسيت غير بالسرة اجون 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 شنو عيني الى عاد وينها الاجون اجون اشوف الاغاني تتقلب الندوات الحكي والله انا الام منو قديت سمي خايف اصبر لي شو النتيجه اجون اجون مكيف جايب بالتلفزيون مش ما شفنا بيه قوموا بفاضل قوموا بالفاضل تلفزيون ملون قش مراق مثل ما قلت لك روح باشر رجع وجيب غيرك وهالنوبة اخذ وياك الطقاسم 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 شو العلاقة بالتلفزيونات؟ ليش لها علاقة؟ كل شي يفتي هم ويصلح يصلح برامزات وطابات و اي بابات وحتى ام الفيديو قلحها ام هذي تقول انتم سألت اسم خربطات؟ اي وش قلت لها؟ قلت لهم بلي ولك ليش قلت لها بلي؟ ما شفت العصر شلون مطخته؟ وهل شو تدريني؟ ها تلفزيوننا طلع يسمع تلفزيونات الناس بساع اشمرك اخذ يا تستقاسم اكو واحد يقشمرني ليا هذا التلفزيون اسكت اسكت طلعت المذيعة نعتذر عن عدم إمكانية مواصلة تقديم الأغنية وذلك بسبب وجود خلل فني في شريط التسجيل وين طلع الخلل الفني؟ طقت روحي عيني طقت روحي أبو فاضل ايش تسوي هاي العصر قاعدة لي هسه كل هسه فتح في المجتمع يا ابو فاضل الله يكرمك اي الله ايش اسكت ايش يا ابو فاضل طلعت المذيعه حتى يحين موعدكم مع عرض الانباء والتعليق على الانباء نقدم لكم الان الندوه الشعبيه هالندوه شلون روحي راح افتق شلون قوم ابني فاضل قوم ديره استمري قوم ديره هل سبقت الندوه زينه وبيها فتشي نفتهم منه نفتهم منه نفتهم حجي بحجي وانا قلبي خلصاني من الحكي قوموا من ديره قوم ترى هناك اهم حكي ها حكي مو حكي اسكت اسكت امه يا
هذا لي هزين مع جديد ما مديت ما حد يسأل وراه. وش وقت يرجع ما يقول سيارات ما أقول هسه دا يحكي؟ ما يفك من عندنا يا أخي، إذا ما يخلص هذا الكتاب كله براسنا فلا ينتهي موضوعه. دباعي يلا. يا يلا عيني يلا، يوين راح نوصل؟ لقوم قوم قوم رجع على ذي شيخ. هاي قناة اتهمناها، دا شو هناك شكو. قلبي نارك ولا نارك؟ سيداتي سادتي مرحبا بكم في هذه الندوة الشعبية. معنا في هذا اللقاء الأخ شريك الحلاق والأخ صادق القصاب والأخ عباي صاحب عربة نقد والأخ كريم وقف. لك هذا الجابل هنا في هذه الندوة لحنا ولاحقنا. أبو فاضل هذا مو لبسينا ليه؟ بلي هو هذا نزول النزلة. أيها السيدات أيها السادة، بحالي أشكر إدارة التلفزيون اللي في أتاح لنا هاي الفرصة كي أحكي من خلال شاشات التلفزيون الملونة. شكرا لكم على اللقاء. أخوكم شريف الحلاق صاحب صالون الحلاق. عرفته اسمه شريف هم. أبو فاضل خاف درابينا عندنا تلفزيون وطلع بيه. لا هذه ندوة. الشريف طبعا أحب الحديث وياه. طبعا تعرف عند محلات الحلاقة وتختلف من حيث المستوى ومن حيث الأجور ومن حيث المنطقة. ولهذا التعليمات أنت يعني تمثل الوسط. نعم نعم شكرا. الشريف باللي الآن يعني شديد تأخذ الأجور على حلاقة الرأس. تقريبا يعني احنا والسؤال بالحقيقة والواقع احنا ناخذ دينار. دينار هذا البخشيش مو البخشيش مو الصغير يعمل صانع. صانع بخشيش الصانع. زين زين اول ما بديت بالعمل ايش كنت شنو تاخذ؟ اخذ احنا بوقتنا 4 فلوس. درهمين درهمين من مين في الساعة؟ اللي يقولون للناس؟ كنا ناخذ درهمين كذب. أحسن أفندي كان زين بدرهم. بشكل عام بشكل عام درهمين تاخذون شفتوا؟ اي اي كوش. زين بالنسبة لأدواتك اللي تستعملها بالحلاقة. نعم الموس الماكينة التعقيب عندي والمشوط والقولونيا. قولونيا هذا القولونيا بقية الأدوات. نعم قولي كل كم سنة قولونيا كم سنة؟ عليش الشاور يجيش تقولون من الناس يلا جاوبتك كل كل 4-5 سنين ترى هي بلاديه بلاديه ما زنجر يعني ابد ولا ابد ابد بلاديه بلاديه. زين اخ شريف نعم ايش عجب هالطفره بالسعر؟ يعني ما تتصور العامل الرئيسي هذا لانتشار ظاهره التقمبس معلوم يعني تقصد احنا السبب يعني؟ لا لكم غيركم؟ لا احنا مو احنا السبب. لا ابدا مو احنا السبب. لا لا والله استاذ مو احنا. رحم الله والدين هم السبب. لانهم تلميذ والموظف الصغير ما اعتقد يعني مقتدر او مستعد يدفع دينار وربع حتى يحلق شعره. صحيح؟ صحيح. فلهذا يستسهل قضيه التقبس ويطول شعره وتبدي القضيه. صحيح استاذ احنا طبعا يعني انا إيجار الدكان وإيجار البيت وإيجار الصانع ويعني زين أنتم مسألكم دفاف ونوصل كيلو اللحم بدينارين شلون جايين علينا احنا؟ هاي هم معقولة. سمعني انا على القصاب بعدين نرجع على القصاب. المهم أنتم يعني حسب شوي حسب المنطقة حسب الإيجار حسب الكلام. قلبي نارك والله نارك. لك أثاري هذا عادة عنده ما يشيل بجيبه شي خاطئ. والله هذا شنو هذا؟ ما تفهم يعني. إذا ما حبانه قلبي وقلبي. قلبي. حلاقة الحلاقة زينك ببلاش. زين مدام سؤالي تحول للأخ صادق القصاب
احنا ايضا منضم صوتنا للاخ شريك الحلاق، فنحب نوجه لك سؤال يعني يا اخ صادق. ليش؟ صادق ليش ظليتوا ترفعون السعر 100% الى ان وصلتوا لها السعر؟ معلوم مباوض 100% خاطر ما ينحس بيهم. اسكت اسكت اسكت. انتوا همي انا لو ما الحمكم مسحرت يا الصمون وكل وقت يكرهكم هم كان دوت الصمونة فلس فلس لما توصل 50 فلس والله يعلم كان سويت الصمونة قد البقطماية مو بالحياة خسة هذا قوة الشعب. اسكت اسكت خل نسمع. ينزل بالربيع قلت؟ نعم بعد شهرين. بعد شهرين نعم. وبعدين هي تصل للحم. نعم قد تقريبا استمر استمر صادق استمر استاذ استمر ارد تسلم على ابو الحلال وسلوه وراني وعيونك وعيونك انا من يجي اللحم يعني سياره اللحم هذه كوسه لحم ما تخش يمين الشارع لان هذه خير شارع فرعي ف صادق العفو بالله لا ما في نعم تفضل تقول لي يعني في المساله جاء سؤال يا رب تفضل زين باليوم باليوم الواحد معدل يعني كم نشف فيها؟ 35 40 30 لش يعني عدد روش عدد روش عدد معلال شلاويل غير غير يعني كل شيء ما يطلع لك فد دينار فلوس ربع دينار وربع دينار يعني الحمد لله وشكر يعني يومي 40 دينار يومي 40 دينار صادق يعني محل مالك قلت وين؟ استاذ يعني بالفرع فاهم سياره توزيع اللحوم ما تدخل الفرع فش اسوي؟ استوي من سياره واخذ بيك اب بخمس دنانير احمل اللحم باوعي قام واحد يدفع علاق جدد حكتي جاتي بها شيء على كل الناس نرجع الفضل لا سلام لا صح ما حملها بخمس دنانير ياخذ ابو الكتاب زين اوديه للمحل بعدين بالليل عزل يعني هم اروح البيت اخذ تاكسي ليش؟ وعيونك وعيونك الدينار ربع واسال الاخ شو اسمه ولد؟ شو اسمك اخويا؟ شو اسمه؟ هذا لا خمم صادق اخويا شو اسمك؟ علي؟ اي عدال اسألت لأخوي عدال عدال يا عدال زين شلون ابو فاضل شلون؟ روحي راح الطوب شلون هسه احنا شرينا التلفزيون حتى نسمح بيه ندوات شلون نسمح بيه اغاني وتمثيليات ورقصات هسه والله شلون قوم بدي فاضل قوم دي ايدي يا واش هسه مو هاي ندوه زينه انت شن فهمت بالشعر والنثر؟ يبوي 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 روحي طقت من الندوه من الشعر ومن النثر قوم ابني قوم ديرة قوم بابا قوم ديرة فرحة ما قامت أمرنا لله نفس الصدق قلت أساوي النسوان باي أمرا يلا مدري أضحك مدري أبكي وما جايبين يخرع الجهاز حلمان هذا نام ابو فاضل بعد شوي راح يحلم هسه يا اهل التلفزيون هو نايم انتوا الهم نايمين تشوفوه تحسسوه لا هذا مخليه خاطر يخرع الجهال ويقوم ينامون قوم ابني قوم دير على القناه زين اخ عداي طبعا احنا نرحب بيك في هذا اللقاء ايضا ونحب نسمع رايك يعني هذا نقصه بالحقيقه والواقع عمري اني بس بالشهر مرتين ابدل الدبلات مع السياره بدل الدبلات مرتين بالشهر مرتين بالشهر ليش تعرف انت مو غشيم يعني قابل تغشم على الشوارع انا اشو الطسات العقب النقب الحفر كلها ملتمه بشوارع ولكن وكر مباركة صارت وياي ولا تنسى هو هم ما يوكل ثاني بالليل اخش لك بنكره يا عسكر او ما اطلع منها الا ب 65 للثلج ولا تنسى صفاء فتوى تجيب والوايرمان وايرمان كلها حتى طبعا احنا اتفقنا يعني قبل ما ندخل الاستوديو اتفقنا نتكلم بصراحه بصراحه حداي يوميا يعني يوميا كم كروه تحمل بالسياره مالتك او بالاحرى يعني يعني ايش قد صافي مدخولك اليوم هي بالصدق معدل بالصدق
الرزق يعني بس هذه شغل يعني شيء على شيء شيء على شيء 50 دينار. انا اقول 50 دينار 28 دينار بعد تسعه الترجي والتنبجي والصباغ والواير سنان روحي راح اقول بسنان كلها وراها الحق لا بشيء ماشي شكرا اخ عداي والعام سيداتي سادتي مع الاخ كريم تفضل الاخ كريم عرف نفسك للناس اقدم لكم نفسي كريم خريج كلية الإدارة والاقتصاد معاون ملاحق ومعين لأربعة أفراد راتبي الإسمي مع الغلاء حوالي 62 دينار طبيعي يستقطع من عنده 15 دينار وهذا الاستقطاع دائمي ما دامت السلفة دائمية يعني المتبقي من الراتب يعني من إخواننا يعني يعرفون يعني مدخولك اليومي صافي مدخولك يصير حوالي دينار وربع اتصور يعني اتصور 16 سنة دراسة وراتبي يومية دينار وربع وإضافة لهذه ارتفاع مدخولات الجماعة حملتها دكولها يا خالي الله يسعدك شلون ابو فاضل شلون قلبي راح يفتك شلون ليش شلون ضجيت ضجيت عين ضجيت ومليت ضجيت راح اروح اديرك ابو فاضل الله لا ينطي هذا ابو قلبك ناري شلون خلى ليش تترجم اي ما يخالف ابو فاضل من شو من الباب ابو فاضل هاي من جانب هلا هذا لازم خطار هلا بالخطار هلا هلا بيكم ومرحبا هلا شلونكم يا هلا يا مرحبا شلونكم على التلفزيون خير لي يصيرك يوم لكم اشكرك خير التلفزيون الملون ابو فاضل شكرا مبروك يوم لك اشكرك ايش مدريكم مو فاضل دير المثنى مكتوب ودافور أهلا بكم مرحبا إن شاء الله كنا عرض تخبر تعليم تسير عليكم خير لي صيبي مثلا شلونك والله الحمد لله ما جبتي وياك شأت ومعدة مدرسة ونحن تخليت مرحبا سلام مرحبا زين صار جيتوا والله احنا عبالك قلبنا يعلمنا اليوم ما تعشينا من الوقت فاطر نتعشى سوا قومي فاضل قومي دبري عشاء نتعشى سوا كل شي حاضر نقللوا بكم خير وتدللوا معلوم كل شي حاضر إذا نقلت لكل المطبخ جوا الكرويته. هلا بيكم ومرحبا. عاشت ايدك. شو اسوي يا دادا شو اسوي؟ حد بالي نقعد نتونس قدام التلفزيون نشوف اغاني تمثيليات رقصات طلعنا جوال وحاكي بحاكي وهلف شوف الحاله الضيق هاي. الشيء الغريب ابو مثنى الخلل الفني ما يصير الا بالشيء يونس الناس. اي والله ودعتك. هلا بيكم. شلون يصير يا ابو فاضل غير على الحسد لا والله لا ذبحنا شيء لا سوينا شيء زين العاد كان زين جبته للديج هسه اقوم انا بعمل المطبخ عدل 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 ابو مثنى ابد ابو مثنى عود ورا العشاء نذبحها ونسويها ورا العشاء اي ورا يا هلا بيكم هلا ومرحبا هلا بيكم ومرحبا وهلا بديجكم هلا ومرحبا هلا هلا ومرحبا بيكم اي والله مستانسين شلونكم زينين نجاح مثنى بنص السنة؟ ايه سبع مثنى ما شاء الله طلعت المذيعة سيدتي
مشاهدتنا هذا اليوم ستكون مع فيلم من الأفلام التي تعرض لأول مرة. عنوان الفيلم كف القدر. سهرة ممتعة وتصبحون على خير. ما شاء الله أشوف مو ملون. هو ملون بس يمكن الفيلم مو ملون. قوم دي قوم قوم دي على قناة اللخ. ماكو ما رد ارجع بابا رد رجع على اللخ. ابو مثنى التلفزيون ملون بس يمكن الفيلم مو ملون. ايش هو بس مو ملون؟ مو هذا الفيلم الف مره عايدينه يا معود. وعلى شو منا شلون بالوشلون بعد بقينا الدرب الطويل والكراوي والديج. ليش ابني فاضل ليش خشمرتنا؟ والله عمو قبل ما تجون كلنا بس ملون وما ليها خلل فني ابدا. يا صرحتي ما دامت والله جبت الديش عبالي اذبحه عن الحسن. لا ما يسوى ارجعوا وياكم احسن. هي احسن. شنو؟ ريحة شوار؟ اشتم ريحة وغيرات محروقة. ريحة ايش؟ أبو فاضل ريحة شوار؟ ريحة دخان أبو فاضل؟ ريحة واير محروق؟ ايه أنا هم داشتم يمكن أبو فاضل عشان ريحة الشوار؟ شو الحريق؟ Let's see the color.